بسم الله الرحمن الرحيم. شركة عرب جروب مواتير مزارع الدواجن. لو بتتابعونا من على اليوتيوب يا ريت تشتركوا معانا في القناة وتفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وشير الفيديو. الفيديو ده انا حبيت اتكلم عن الانواع المختلفة من القفص الموجودة في السوق المصري. ده طبعا قفص الكتكوت اللي هو بيشيل 100 كتكوت. في نوع تاني منه هوريه لكم دلوقتي اللي هو القفص ده بيشيل 100 كتكوت اهو. ده بيشيل 100 كتكوت. دي لفص الكتاكيت اللي هو بيشيل 100 وبيشيل ده بيشيل 50. الاصفر الثاني بيشيل 100. ده قفص الدواجن اللي هو البيور الاصفر. ده في منه باب واحد وفي منه اتنين باب. يعني ده كده باب هنا باب في السقف من فوق. ده اتنين باب. وفي نوع تاني اهو اللي هو باب واحد بس في السقف. الجناب كلها زي ما احنا شايفين كده مفيش فيها ايه؟ مفيش فيها بيبان. الجناب كلها مفيش فيها بيبان. اجيب عربيه واجيلك ماشي يا باشا. ده نوع تاني اتنين باب. باب من فوق وباب من تحت اللي هو ابيض في ازرق. تمام. وده طبعا في الجوده اقل من اللي هو الايه؟ اقل من اللي هو الاصفر. اقل من اللي هو الايه؟ الاصفر. في نوع تاني اللي هو الايطالي اللي هو الاورنج. ده اللي هو الاورنج الايطالي. ده باب واحد. ده ايطالي خامه ممتازه. اغلى واحد فيهم اغلى سعرا. يعني دي القفص اللي موجوده. يعتبر في السوق في قفص تاني اسمه يعني ايطالي كامل اسمه اللي هو المستورد اعلى في السعر. طبعا شركه عرب جروب معدات مزارع الدواجن. يا ريت تشتركوا معانا في القناه وتفعلوا زر الجرس.